ما تقلقوش خالص، خير ان شاء الله. اول حاجه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حضرتك مين؟ كمال الاسطوره، محامي. واحنا هنعوز محامي في ايه؟ عشان اعرف حضرتك انت والاستاذ انه ليكوا حق في تعويض لو عاوزينه. احنا لا عايزين تعويض ولا وجع دماغ، ربنا يعوض علينا يا استاذ. استني بس يا عفاف، نسمع. على كل إن لو عاوزين تجيبوا حقكم انا تليفوني موجود على الكارت ده. فضل حضرتك. احنا مش مأمنين على العربيه، عوضنا على الله. الحكايه ملهاش علاقه بتأمين عربيه حضرتك. النهارده التعويض بتدفعه الشركه صاحبه العربيه اللي خبطتكم. اكيد مش وله الحق في اللجوء للقضاء في حال رفضت الشركه دفع التعويض. احنا مش عايزين حاجه غير تكاليف العلاج. مش تكاليف العلاج وبس يا بيه، انت عربيتك اتدمرت والشهرين ثلاثه اللي هتقعدهم في البيت. التعويض لو لا قدر الله حضرتك ما قدرتش ترجع الشغل تاني، سامحني يعني. انتوا ليكوا حق، لو عاوزين تفرطوا فيه براحتكم. بس يعني أنا شايف الظروف. حضرتك بتشتغلي إيه يعني؟ مشرفة في مدرسة. مرتبك تكفي مصروف البيت؟ ده غير تكاليف العلاج. عامل إيه يا بطل؟ تمام الحمد لله. مصاريف دروسه وأكله ومواصلاته وفسحه. لو عاوزين تجيبوا حقكم أنا جاهز. كل اللي محتاجه ان حضرتك توقع لي هنا. عامل ايه يا مراد؟ بقول لك ايه، عندي ليك انفراد وعايز خدمه قصاده.